السلام عليكم اوان شعيب، كيرحب بكم. اليوم كنديروا معكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في المدينه. اكثر حاجه كتعجبكم هي ملي كنديروا معكم جوله في محل اوان شعيب. اليوم غندرو معكم على المحل كامل وغنوريكم لا بروموسيون والجديد اللي عندنا عند اوان شعيب. مرحبا بكم. اليوم جبنا لكم واحد الجبيبنات زوينين اللي كنبيعوا لكم 5 ب 20 درهم، 5 فقط ب 400 ريال. جبنا فيهم شكيلات واعرين، حتى هذا الموديل هذا كيجي فيهم زيت العود، كيجي فيهم الزيتون، بزاف ديال اللعيبات. الثمن ديالهم 5 فقط ب 20 درهم. حتى هذا الموديل هذا حتى هو كنبيعوا لكم 5 فقط ب 400 ريال، 20 درهم. وكاين عندنا هاد المربعين هادو كنبيعوا لكم 6 ب 400 ريال، 6 ب 20 درهم. نجي معكم لهنا. هادشي يلاه جبناه دابا كيف كتشوفوا، يلاه كنحلوا في السلعه هادي. جبنا لكم الطبيصلات واعرين طوال، بزاف الناس كيسولونا عليهم. الثمن ديالهم كنبيعوا لكم 3 ب 1000 ريال، 3 فقط ب 50 درهم. وكاين عندنا هاد الموديلات اللي فيهم الورده كنبيعوا لكم 3 ب 1200 ريال، 3 فقط ب 60 درهم. وكاين عندنا كذلك هاد الموديل هذا، شوفوا معايا مزيان، كاين عندنا هذا الموديل هذا كنبيعوا لكم جوج غير ب 30 درهم، جوج فقط ب 600 ريال. وحتى هذا اللي فيه الوريضه حتى هو كنبيعوا لكم جوج فقط ب 30 درهم، جوج فقط ب 600 ريال. ارى لي يا خويا هادو واعرين، هادو تا هما هادو الكبيبرين شويه ياك، هادو كنبيعوا 4 ب 60 درهم، 4 ب 1200، يعني جوج فقط ب 30 درهم. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام. سمحوا لينا المحل شويه مرون، كنديروا البريباراسيون ديال غدا ان شاء الله اللي غادي نستقبلوا الزملاء ديالنا باش يجيو يستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني شعيب. الاخوان طبيسيل ديال الديسير مازال متوفره الاخوان بالصحه والراحه. الثمن ديالو عوض 70 درهم، غتاخذوا فقط ب 1000 ريال 50 درهم. كاين عندنا موديلات واعرين ديال الكيسان، الثمن ديالهم فقط 1400 ريال. كيف كتشوفوا غنبيعوا لكم 12 كاس فقط ب 1400، 70 درهم. هذا الموديل كامل اللي كتشوفوا هنا. دائما كنذكر نتوما الان مباشره من محل اوان شعيب المدينه. المحل ديالنا في المدينه جا في الظهر ديال بنك المغرب اللي مقابل مع جرده الحمام. عطينا خويا التويشيات هادو، جبنا لكم واحد الموديل. هاد المرة عطيناكم مقالي ديال البغرير، هاد المرة جبنا لكم الجرانيت. جرانيت الإخوان الثمن ديالها عواد ما تاخذوا وحدة ب 70 درهم، عطيناكم معاها وحدة فابور، يعني جوج كريبيغ ديال البغرير فقط ب 1400 ريال. كاين عندنا كذلك التويشيات هادو اللي كنبيعوا لكم جوج ب 25 درهم، جوج ب 500 ريال. يلا الاخوان، بغينا اي واحد كيشوف هذا اللايف يبارطاجي اللايف الاخوان. شوفوا معايا السيبور واعره، الثمن ديالها فقط 70 درهم، الثمن ديالها فقط 1400 ريال 70 درهم. كاين عندنا واحد الكويسات ديال الاستعمال اليومي، الثمن ديال هادو جوج باكيات فقط ب 25 درهم، جوج باكيات ب 500 ريال. والثمن ديال هادو كنبيعوا لكم جوج باكيات ب 30 درهم، جوج باكيات ب 600 ريال. يلا الاخوان، فهاد اللحظات كيلتحقوا بين الزبناء ديالنا. اي واحد كيشوف هاد اللايف بغيتكم كاملين تبارطاجيو معنا اللايف وتكتبوا لنا في لو كومونتير اسم المدينه اللي كتابعونا منها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه كتواجد معنا بقوه في هاد اللايف. غدا الخميس والجمعة والسبت والأحد كاينة بروموسيون زوينة عند محلات أواني شعيب. أكيد دابا كنديرو معاكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في المدينة اللي جا ورا بنك المغرب. أواني شعيب المدينة جا ورا بنك المغرب اللي مقابل مع جردة الحمام. يلا اللي كيشوف اللايف الإخوان يعطينا البارتاج، نعطيكم اللوكاليزاسيون ديال المحل ونكمل معاكم البروموسيون. هذه هي جردة الحمامية، هذه مدرقة هاد الشجر. هنا كاين بريد المغرب وهنا كاين بنك المغرب.
هذا هو بنك المغرب اللي مقابل مع جردة الحمام. ركزوا معايا مزيان، بنك المغرب هو هذا اللي مقابل مع جردة الحمام. حنا جينا في هاد الزنقة هادي، هيا هاد الزنقة، هاد الزنقة الأولى على اليسر. هنا كاينة واحد الزنقة سميتها زنقة طاطا، تما فين كاينة أواني شعيب المدينة. أجي ندخل معكم هنا، شوفوا معايا هاد البلاطو شحال زوين، الثمن ديالو فقط 100 درهم، بلاطو كبير ديال المرايا زوين بريستيج، الثمن ديالو 100 درهم. كيجيو فيه براد، كيسان، كيجيو فيه لي غاطو، لي سواغي، اي حاجه بغيتي ديروها في هذا البلاطو زوين. المرايا ديالو كيف كتشوفوا يعني يعني بلاطو استعمالي، ولينا افتاري تهرسات لي المرايا كتبدلها ب 30 درهم، لان الغالي في هذا البلاطو هو هذا الميطال اللي داير به. الثمن ديال هذا البلاطو 100 درهم. شوفوا معايا التويشيات 400 ريال. كيف قلت لكم اليوم هذا اللايف غندير معكم جوله على محل اواني شعيب، الثمن ديال هادو فقط فين هما اليدين ديالهم، الثمن ديال هذا 400 ريال. شوفوا معايا هاد لي بلاطو شحال زوينين الاخوان، وريتكم قبيله ديال 100 درهم. كاين عندنا هاد الصغير هذا كيدير 120 درهم ياك، هذا كيدير 120 درهم، والكبير ديالو كيدير 170 درهم. شد معايا فحال هكا، الكبير ديالو الثمن ديالو فقط 170 درهم. كاين عندنا كذلك طان 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 زيد كاين عندنا هاد لي كاج الثمن ديالهم 2400 ريال، 120 درهم. كاين عندنا التويشيات واعرين، هادي كنبيعوها ب 30 درهم، وهادي ب 50 درهم، والكبيره ب 70 درهم، تاهي كيجيو فيها لي كاطو وداكشي. كاين عندنا التويشيات الصغيورين، ماشي الصغيورين، هما الصغيورين. شد معايا فحال هكا، شد معايا فحال هكا، وشد معايا فحال هكا باش يبانو، راهم ليا هنا باش نعطيو الثمن ديال كل وحده. هاد الصغيورين كنبيعو جوج ب 25 درهم، وهادو كنبيعو ثلاثة ب 50 درهم، وهادو كنبيعو ثلاثة ب 60 درهم، يعني 4000 ريال، 3000 ريال، 3 ب 1200 ريال. يلا كلشي بارطاجي معنا اللايف الاخوان، مرحبا بكم، بالصحة والراحة سيدي. ما غنبينكش في اللايف، نشوفك شنو خديتي عندنا، خديتي عندنا تشارك معنا المشتريات ديالك ياك. خديتي عندنا هاد لي بونبونيغ أربعة، خديتي عندنا لي بونبونيغ أربعة ب 1200 ريال ياك. شوفوا معايا السيدة شنو خدا عندنا، خديتي عندنا هذا مقراش إينوكس، إينوكس خديتي عندنا ب 1600 ريال، خديتي عندنا هادو ثلاثة ب 50 درهم، بلاش نوريو الكليان كثر، الناس كيعجبهم الحال يشوفوا الناس اشنو كيتقداو. خديتي عندنا هادو كنبيعو 3000 ريال، زيد خديتي عندنا هاد العويشقات، خديتي عندنا الكبار ب 20 درهم، والصغار كنبيعو جوج ب 30 درهم، زيد خديتي عندنا هاد البلاطو واعر صراحه، هذا خطير. الزرقاء ديال عمر وعادي وقيله عمر محمد. المسابقه اي تفرجتي معنا في المسابقه، اي عقلت دابا، جاو معاهم خديتي معاهم، خديتي اسمح لي عفاك غادي نشوفوهم نوريهم للناس، حيت كاينين الناس اللي ما تفرجوش معنا في ذاك اللايف، حطهم لي هنا شوفهم كيفاش كيجيو، بقاو معايا نتوما الان مباشره من المحل. ناضيه 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 ناضيه، هذا الذوق ديال عمر، الكيسان نواري بلون. شد معايا فحال هكا اللي يطيحوا، شوف معايا الترموسات شحال زوينين، الثمن ديالهم كنبيعوا جوج ب 160 درهم 3200، والبلاطو 150 درهم. وخديتي عندنا هاد الكيسان كيديروا 40 درهم ديال لاف باكيه ب 800 ريال، زيد اخويا. وخديتي عندنا هادو اللي كنبيعوا لكم اربعه، اللي كنبيعوا لكم اربعه ب 80 درهم، اربعه ب 1600 ريال، واعرين صراحة. شوفوا معايا كيفاش كيجيو، اسمح لينا اش من البلاصة كتسكنوا بعدا؟ التشارك، كتسكنوا في التشارك، مرحبا بكم، مرحبا بزاف بالناس ديال التشارك هذوك اللي يديروا اليونس سيدي مومن، تحية كبيرة لهم. هادو هادو كيديروا 1600، وخدا عندنا هاد اللعيبة ديال العطرية بينهم من هنا، هادي كدير 1200 ريال 60 درهم. السؤال المطروح، شكون اللي كيتفرج فينا في اللايف؟ السؤال عافاك، واش نفس السلعه
اللي كاينه في اللايف هي اللي كاينه هنا في المباشر. نفسها ما كاينش شي تغيير، حيت كاينين شي ناس كيكتبوا في لي كومونتير راه كنلقاو ثمن في اللايف وفي الواقع كنلقى اللايف، وهاد الناس كيكتبوا في لي كومونتير وانت كتشهد مباشره. مرحبا بكم وخديتي عندنا هذه ب 20 درهم، شد معايا بحال هكا، الثمن ديالها 400 ريال بالصحه والراحه. اسمح لي على الديرونجمون اللي درت لك هنا، شكرا، ادخل عليك بالصحه والسلامه ان شاء الله. دائما نجدد الترحاب بجميع الزبناء اللي كيتفرجوا فينا من كازا كامله. غدا الخميس كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. حتى انت اللي كتشوف اللايف دابا اجي عندنا غدا، كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 الليل، والجمعه كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 الليل، والسبت كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 الليل، والحد كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. السؤال اللي غادي نطرح عليكم، اشنا هو النهار اللي غتجيو تقدموا عندنا منه؟ اكتبوا لينا في التعاليق، واش غتجيو نهار الخميس ولا الجمعه ولا السبت ولا الحد؟ ان شاء الله كلشي كتب لينا في التعاليق امتى معولين تجيو عندنا، الخميس غدا الخميس ولا الجمعه ولا السبت ولا الاحد، كلشي شارك معنا. شوفوا معايا هاد الليمول كنبيعوا جوج ب 1200 ريال، جوج مولات ب 60 درهم، عندنا الدايرين وعندنا المربعين ديالهم. جوج ديال الليمول ب 60 درهم. شوفوا معايا هاد الغرف هذا راه مازال متوفر، الثمن ديالو فقط 400 ريال 20 درهم. زيد اخويا شوفوا معايا الطبيصلات، يلا جبناهم جداد، الثمن ديالهم 1000 ريال 50 درهم، فيهم زواقات واعرين ديال بصح، هادشي كامل اللي كتشوفوا هنا 50 درهم. شوفوا معايا واحد الطبيصلات جبنا موديلات جداد في التبصيل، شوف 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 ديال البسطيله، بسطيله والحوت والديسير. ارى لي اخويا الموديلات عافاك اللي كاينين هنا، تقدر تعاوني اخويا رضا؟ اي 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 وي خويا رضا، ارى لي رضا هو اللي مكلف بسيرفيس اونبالاج في محلات اواني. شعيب كيشكرك الزبناء بزاف، تيقولوا لنا رضا حسن المعامله، احنا دائما في سيرفيس ديال لو كونترول لومبالاج كنحاولوا نحطوا وليدات ظريفين مؤدبين عندهم الخاطر مع الكليان بحكم الصعوبه ديال داك البوست. وريضه تحيه كبيره اللي عنده الخاطر مع الناس كاملين، كنقول ليه شكرا بزاف. هادو الثمن ديالهم 70 درهم 1400. السؤال المطروح، اشنا هو الزواقه اللي عجباتكم؟ رقم واحد ولا رقم جوج ولا رقم ثلاثة ولا رقم أربعة؟ 70 درهم، هذا النمرة 45، الثمن ديالها 70 درهم. شوفوا معايا مزيان، 1400 ريال، شاركوا معايا شكون اللي عجبكم، رقم واحد، جوج، ثلاثة ولا أربعة؟ 1400. يلا كلشي 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 يعطينا جيم جيم جيم، كلشي جيم جيم لينا اللايف، وبارتاجيو اللايف الإخوان. كاين عندنا مقراج ديال الضو، هذا كيدير 1600 ريال 80 درهم، وهذا كيدير 130 درهم 2600. عندنا سيدي الطراب 50 درهم، ها هو الطراب ديال 1000 ريال. شكون اللي مازال غادي يجي يشري الطراب يكتب الطراب في لي كومونتير، يلا شاركوا شاركوا معنا. مني كنبغي نكون داير لايف كنبغي الناس كاملين يتفاعلوا معنا بلي كومونتير، اي سؤال كنطرحوا كنقراو التعاليق ديالكم، شاركوا معنا. واش بغيتوا الطراب اللي غيجي ياخذ الطراب ب 50 درهم يكتب الطراب في لي كومونتير؟ 50 درهم 1000 ريال. ومقراج ديال الضو 80 درهم. عندنا كذلك الطراب السيبورا ديالو 100 درهم اينوكس، وعندنا الميكسور والميكسور والطراب والهاشور والبانيو 3000 ريال. عندنا الميكسور بالبانيو 100 درهم، عندنا الطحانه ديال القهوه 1400 ريال، عندنا الهاشوار 3 اترو كوكينغ ب 3600، و5 اترو ب 4000 ريال. معنا كذلك الهاشوار كرافت 2 اترو ب 3200،
وثلاثة إيطرو ب 3890 درهم. كاين عندنا البلاندر، البلاندر الإخوان عندنا ليكسوس ب 4000 ريال، وكرافت حتى هي ب 4000 ريال، كاس ديال الزاج وكاس إينوكس ب 4600. خويا العجانة، العجانة المزيانة اشنا هي وبشحال العجانات كلهم عندنا كاليتي زوينة. كاين عندنا هذا الموديل هذا كيدير 450 درهم، ها هو 4 ايترو 450 درهم، و5 ايترو عندنا كدير 550 درهم، عندنا في الإيليت، وعندنا كذلك في لامارك اللي تابعة لشركة ليكسوس حتى هي 5550 درهم. زيد زيد زيد، عطيني اخويا دوك الكاسرونات على ثلاثة تا هما. كاين عندنا هاد لي بلاطو ب 20 درهم 400 ريال، فان دي غام هاد لي بلاطو. كاين عندنا حتى الطوال ديالهم تا هما، الثمن ديالهم 400 ريال 20 درهم. كاين عندنا هادو كنبيعو لكم ربعة، كنبيعو لكم ستة ب 400 ريال، ستة ب 20 درهم. كاين عندنا هاد القراعي كنبيعو لكم جوج قراعي ب 35 درهم، جوج قراعي فقط ب 700 ريال عوض ما تاخذوا وحده ب 700. كاين عندنا كذلك هاد الكيسان اللي كنبيعو لكم جوج ب 25 درهم، جوج ب 500 ريال. واحد القضيه مهمه بغيت نقولها لكم، راه بعض المرات تكون عندنا دي زارتيكل فيهم ان بيتي غوتوش كنقدروا نقصوا لهم في الاثمنه، بحال هاد الترموس مثلا. الترموس راه مزيانه كتسخن مزيان كتحل وكتسد، فقط هاد الغطاء الفوقاني ديالها كيكون مشى ليها، وكنديروا فيها ثمن زوين. بحال دابا هاد لي الترموس هذا نورمالمون كنبيعو حنا ب 130 درهم على جوج، كنقدروا نبيعوا لكم هذا بالطريقه ب 35 درهم ولا ب 40 درهم، فقط لانه محيد لي هاد لومبالاج الفوقاني ديالو. ثلاثه ديال الكاسرونات ب 70 درهم 1400 ريال سيداتي ساداتي الافاضل. وكاين عندنا الجبيبنات كنبيعوا لكم ربعه ب 10 دراهم، ربعه ب 1000 فرنك، واللي بغى باكيه مسدوده فقط ب 15 درهم. يلا الاخوان اللي كيشوف اللايف يبارطاجي معنا اللايف، بغينا له ماكسيمو ديال البارطاج. مرحبا بكم، اواني شعيب كيرحب بكم. عروض راه ما تخافيش، جلسي خذي راحتك، ما كنبينش الناس في التليفون، كوني هاني يا بقاي جالسه مرتاحه ولا لا. عطاه كرسي، عطاه كرسي، ماشي مشكله بقى ياك. صراحه عندنا دي بروموسيون واعرين ديال بصح، كيف كتشوفوا عندنا هادو فقط ب 400 ريال، وديال الجرانيت كيديروا 500 ريال. كاين عندنا الفريت توز كالثمن ديالها فقط 70 درهم 1400 ريال، اجي نوريهم هادو تا هما زوينين. مرحبا بكم اواني شعيب، هاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا دابا كاينه عند اواني شعيب المدينه في الظهر ديال برك المغرب، كاينه عند اواني شعيب البرنوصي المحل اللي مقابل مع الظهر اللوراني ديال النيابه. راه كاينه النيابه وحده في البرنوصي الاخوان، كاينه النيابه وحده في البرنوصي، حنا في الظهر ديالها اواني شعيب البرنوصي في الظهر ديال النيابه، كاينه النيابه وحده في البرنوصي حنا في الظهر ديالها اواني شعيب البرنوصي في الظهر اللوراني ديال النيابه، وملاصقين مع استوديو ياسين. اواني شعيب الحي المحمدي جوج محلات اللي في الطلعه ديال القيصريه مقابل مع جامع بن القاضي، واللي جا في دوره المذاكره مقابل مع قهوه تيتانيك. ولكن دابا حاليا كنديروا معكم لايف من اواني شعيب المدينه، هذا هو اكبر محل عندنا في محلات اواني شعيب. اللي بغى يتعرف على المحل، اللي بغى يجي يستافد من لا بروموسيون، اللي بغى يستافد من السولد، يجي عند اواني شعيب المدينه. وزدتي هذا الكيسان جاميلونج واعر. فين هما الترموسات اللي خدا؟ اعطيني عفاك الترموسات باش نوريهم بالضبط اشنو خدا. هاهما لا بلا ما تجبدهم من هنا، عطيهم ليا من تما، جبدهم ليا من تما. عمر عافاك، بغيت نشوف هاد السيد خدا واحد الباك واعر في الترموسات، بغيت نوريهم للكليان. وريني حتى الميلونج اللي خدا، وريني حتى البلاطو عافاك، ارا لي البلاطو حطوا لي هنا.
زيد شكون اللي سميتو شعيب؟ شعيب مرحبا. فرصه سميتو صدفه زوينه والله الا جا واعرين. يا 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 الابداع اخويا الابداع. شوف معايا الابداع اخويا كيفاش داير. شوف معايا الجماليه. شوف معايا الجماليه ديال 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 لي بلاطو كيفاش جا. شوف تبارك الله شحال هز. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه ديال الكيسان هز. هز تسعود ياك ارى ليا. اعطيني اعطيني البيض ديالو. شوف هاد الباك شحال زوين. هاد الكيسان كيديرو 100 درهم بلاتي مهدي. هاد الكيسان ديسبونيبل شحال خصني نشوف هاد الكيسان واش ديسبونيبل ولا لا. الكحل اللي موجود بزاف ياك والبيض في الغليظ. واخا راه الساعه ديسبونيبل البلاطو وديسبونيبل الترموسات وديسبونيبل الكيسان في البيض. ولكن حتى الكحلين غيكونوا ان شاء الله غدا. او جا باك واعر خطير جدا. هادو 160 مازال مازال اييه كلشي. لا لا عاوتاني ما كنبغيش البلاطو يجي مزاحم بزاف صرا. هذا غادي يكون ياك الوغ اللي ديسبونيبل هو البيض بوحدو ياك. يلا حيد لي اخويا هادو. شوف 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 حيد لي الكحل باش نشوفوا البيض كيفاش كيجي بوحدو. عافاك اها شوفوا بعد البيض كيفاش كيجي. حتى البيض جا واعر فراسك. عرفتي علاش جا البيض زوين؟ لان 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 الترموسات فيهم النواغ وهذا فيه النواغ وهذا فيه البيض وهنا جا البيض. يعني حتى هما جاو واعرين صراحه فراسك. جاو 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 سامبل وجاو كلاس وجاو حسن من الميلونج على ما كنظن. 160 درهم بجوج بلاطو 3000 ريال والكيسان 100 درهم في الغلاض والقرقاق 90 درهم. دائما اجدد الترحاب. انتم الان مباشره من محل اواني شعيب المدينه المحل ديالنا اللي جا ورا بنك المغرب رضا. اعطيني عافاك هذا البراد هذا سي رضا. ارى لي يا خويا ارى لي حل لي هذا البراد الله يرضى عليك رضا. اي واحد كيشوف هذا اللايف الاخوان يعطينا جيم بلاتي بلاتي بلاتي. تكاسلتوا تكاسلتوا علينا بالجيم. كلشي عطينا جيم الاخوان كلشي عطينا جيم 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 جيم. هاي هنا هنا هذا هو اللايف. 4170 واحد كتشوف اللايف الاخوان. كلشي عطينا جيم هنا 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 هنا. ديروا هنا جيم وبارطاجيو اللايف. بارطاج كلشي بارطاجي اللايف الاخوان. يلا زيد 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 كلشي بارطاجي اللايف. كلشي عطينا جيم ويبارطاجي اللايف الاخوان. يلا كلشي عطينا جيم جيم جيم. كلشي دير لينا جيم الاخوان. كلشي يدير جيم باش نكملوا معكم اللايف. كلشي يدير لينا هنا جيم هنا 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 هنا. كليكوا على جيم مره وحده وديروا بارطاج. يلا كلشي بارطاجي اللايف الاخوان. كلشي بارطاجي اللايف. ارى لي اخويا البراد. شوف معايا هذا البراد هذا راه مازال متوفر. الثمن ديالو فقط 70 درهم. 1400 عوض 2600 غياخذوا الناس فقط ب 70 درهم حصريا عند اواني شعيب. واللي كبر منه كيدير غير 80 درهم والكبير ديالو كيدير 90 درهم 100 درهم. لا 70 80 90 لا هذا فيها 90 هذا حدو 90 درهم. هذا حدو 90 درهم. وكاين عندنا كذلك لي تيرموس قلنا الثمن ديالهم. المقراش كاين عندنا ديال 70 كاين عندنا ديال 80 درهم. جوج يطرو 80 درهم 3 يطرو 90 درهم 4 يطرو 100 درهم و5 يطرو 110 درهم. كاين عندنا لي بلاطو 200 درهم الاخوان 4000 ريال. شوفوا معايا الناس اللي كيسولوني في لي كومونتير عافاكم راه الا كنت كنعاود الهضره لان الناس كيدخلوا جداد اللايف وكنعاود نوضح لهم. الله يرضي عليكم نعاود نعاود نوضح اكثر. نتوما الان مباشره من محل اواني شعيب. المحل ديالنا متواجد بمدينه الدار البيضاء. فين كاين المحل ديالنا؟ في كازا جا ورا بنك المغرب. دابا دابا كندير مع دابا في هذا المحل هذا هذا سميتو اواني شعيب المدينه المدينه ديال كازا ورا بنك المغرب. بنك المغرب حنا جينا في الظهر ديالو.
اواني شعيب المدينه ورا بنك المغرب، وكاين اواني شعيب البرنوصي وكذلك الحي المحمدي. كاين عندنا هذا البلاطو 1000 ريال 50 درهم، وكاين عندنا هذا كيدير 100 درهم. شوف واحد الغلط كاين هنا، هذا التيكي كاين واحد المشكل كيوقع لينا بعض المرات، الكليان كيهزوا تيكي من حاجه وكيحطوا هنا. هذا ما كيديرش 4000 ريال، هذا كيدير غير 100 درهم فقط، كيهزوا تيكيته وكيحطوا علينا في بلاصه واحده اخرى. الثمن ديال هادو كنبيعوا لكم جوج باكيات ب 30 درهم، شوفوا معايا مزيان، جوج باكيات ب 600 ريال. حتى هادو كنبيعوا جوج باكيات ب 600 ريال 30 درهم واعرين بالرجيله. حتى هادو كنبيعوا جوج باكيات ب 30 درهم. كاين هاد لي بلاطو ديال العود كنبيعوا، واحد القضيه عفاكم الله يرضي عليكم، هاد لي بلاطو ديال العود ما خاصهمش يقيسهم الماء، هادو ما خصهمش يقيسهم الماء بتاتا، راه الا قاسهم الماء غادي يخسروا ليكم وغادي يقدروا يتحلوا ليكم. هاد لي بلاطو ديال العود ما خصوش يقيسوا الماء، من يتسالي منه غير نمسحوا بزيف ناشف فقط 2400 ريال. زدتي هذا؟ اوه هادي شي توجيه، هادي شي مناسبه، هادي اسبوع اي والله يكمل بالخير ان شاء الله، ويتزاد ويتربى في عزكم ان شاء الله. الله ان شاء الله ياك، ولكن التقضيه ديال اليوم زايده نغزه شويه، التقضيه ديال اليوم فيها بلاطوات ترموسات هذه ياك. ومن عندكم انتوما غنوجه نداء لاي وحده مقبله على الزياده ولا على الولاده تجي تقدى المعنات الزوينين عند اواني شعيب، اللي مقبله على الزواج، اللي مقبله على الولاده، اللي جايين عند الخطاب تجي تقدى عند اواني شعيب. دابا بغيت نشوفكم كاملين في لي كومونتير، الناس اللي غايجيو تقداو عندنا، واش غتجيو تقداو عندنا لانك مقبله على الزواج؟ كتبي مقبله على الزواج، اولا شريتي الدار، اولا بغيتي تبدلي الكوزينه، اولا عندك الزياده، اولا عندك الخطبه، اولا غايجيو عندك الضياف. يلا يلا كلشي شارك معنا في التعاليق، زيد 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 زيد، شاركوا معنا في لي كومونتير، شاركوا معنا بالتعاليق ديالكم الاخوان. كاين عندنا هادو، شوفوا معايا هادو لي بونبونيغ، الثمن ديالهم 1200 ريال 60 درهم، الثمن ديالهم 60 درهم 1200. كاين عندنا هادو تاهما 1200 ريال على جوج ديال الطبقات، الثمن ديال هادو 90 درهم، 1800 بالسيبوره ديالهم، والذهبيين كيديروا 100 درهم. عندنا الطبيصلات كنبيعوا جوج ب 20 درهم، جوج ب 400 ريال. وكاين عندنا هادو تاهما كنبيعوا جوج ب 400 ريال، حتى هادو كنبيعوا جوج ب 400 ريال، حتى هادو كنبيعوا جوج ب 400 ريال، حتى هادو كنبيعوا جوج ب 400 ريال. وهادو كنبيعوا 3 ب 400 ريال، هادو كنبيعوا 3 ب 400 ريال، 3 ب 1000 ريال. معلم صح لي الغلط، درت غلط فادح جدا في هذه اللحظه. أروى كتقول لك غتجي تقدى عندنا لأنها مقبلة على الخطبة، الله يكمل عليك بالخير، والله يكمل عليك إن شاء الله، تدخل عليك الخطبة بالصحة والسلامة ياك، ولا ما كيقولوش بحال هكا، لا ما تقولوش الله يدخل عليك الخطبة بالصحة والسلامة، تقولوا الله يكمل عليك بالخير ياك، صافي الله يكمل عليك بالخير. أروى كتقول لك عندها خطبة وعندها زواج، تنقولوا لها الله يكمل عليك بالخير إن شاء الله، والله يعطيك إن شاء الله شي درية صالحة. زيدوا كتبوا لينا في التعاليق الناس اللي غايجيو يتقداو عند اواني شعيب، واش عندكم خطبه، زواج، ضياف، بغيت تبدلوا الكوزينه، ولا غتشريو الدار، ولا بغيتوا غير تجيو تقداو الماعن وصافي. العنوان بالضبط، العنوان بالضبط الله يخليك، العنوان ديالنا جا ورا بنك المغرب. كاين عندنا هادو ب 30 درهم 6 ب 600 ريال الاخوان،
شوفوا معايا هاد الكيسين ديال لي مينارك الثمن ديالهم فقط 30 درهم باكيه فيها 6. كاين عندنا هاد القراعي كنبيعوا لكم جوج قراعي ب 25 درهم جوج قراعي فقط ب 500 ريال. شوفوا معايا الطاجين هذا حلي عفاك الطاجين غنبيعوا لكم جوج طواجن ب 25 درهم. واحد السيده كتقول لك واحد السيده كتبات لينا في التعليق غيجري عليا راجلي حيت عمرت الكوزينه من عندك ياك وقال لي غادي نصيفطك تبيعي معاه. لا صاحبي لا هذا نداء الراجلها عافاك ما تجريش عليها وكنتمنك انك تبارطاجي وتشارك معاها داكشي اللي كيعجبها والمراه المغربيه كيعجبها تقدا الاواني المنزليه هذا كنقول لك بالعكس شارك معها لاكتيفيتي ديالي اللي كتعجبها. جوج ب 25 درهم زيد عندنا هاد الليمون كيديروا 1000 ريال ديال الجرانيت وهادو كيديروا 3 ب 60 درهم حتى هاد المربعين كيدير 1 ب 50 درهم. كاين عندنا هادو كنبيعوا هادو وريناهم لكم كنبيعوا 5 ب 20 درهم زيد بلاتي سمحوا لينا على هذه الروينه هذه كنبريباري وكنوجدوا لكم الغدا باش تلقاو السلعه متوفره. هذا الشيء كامل اللي هنا كنبيعوا 5 ب 25 5 ب 500 ريال 5 ب 400 ريال ولكن هذا البلا كنبيعوا 6 ب 400 ريال. الموس والبالا الثمن ديالهم فقط 20 درهم 400 ريال الاخوان. واحد السيدة قالت لك واش هذا المحل اللي مقابل مع السينما ليتوسيا؟ نعم هذا هو المحل اللي مقابل مع سينما ليتوسيا. هادو كنبيعوا لكم 3 ب 1200 ريال واعرين 3 ب 1200 وهذا كنبيعوا 3 ب 50 درهم وهادو كنبيعوا 4 ب 60 درهم وهادو كنبيعوا 4 ب 60 درهم حتى هما وهادو كنبيعوا 3 ب 190 درهم ديال الجرانيت 3 ديال المقالي جرانيت ب 4000 3600 عوض 7000 ريال ولا 6000 ريال. واخيرا غتاخذوا 3 ديال المقالي جرانيت ب 190 درهم واخيرا غتاخذوا 3 ديال الكاسرونات جرانيت ب 190 درهم 3800. شوفوا معايا هاد القوامل شحال زوينين هادو قوامل واعرين هادو راه بالغطا ديالهم هما هادو اللي كتشوفوا قوامل بالغطا ديال الزاج الثمن ديالهم كنبيعوا ابتداء من 80 درهم الصغيره ب 1600 اللي كبر منها ب 1800 اللي كبر منها ب 100 درهم اللي كبر منها ب 2200 اللي كبر منها ب 2400 واللي كبر منها ب 2600. كاين عندنا كذلك زيد 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 عندنا هاد القراعي ديال العطريه الثمن ديالهم 150 درهم فيها 5 ديال القراعي جرانيت كبار صغار وثلاثة كبار جرانيت والزيادات من الجناب الثمن ديالهم 150 درهم 3000 ريال. وكاين عندنا هادو ديال العود ب 2400 حلي عافاك هادو ديال العود ألفين وربعمية. شوف 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 واعرين هادو صراحة ناضين. اجي نقول لك تقدر عافاك تهز لي هادو هادو بغيت نوريهم للكليان كثر هز لي هادو وهز لي السيبور ديالو جيبهم لي عافاك بغيت نوريهم الناس حيت كي حيت كيجي اونسومبل واعر والخطا ديالهم ديال الخشب ما كتخسر ما والو حيت بزاف الناس كيخافوا من لي نوكس كيخافوا من الصدا وداك الشيء. اليوم جبنا لهم ديال العود. اجي عندي اخويا هنا عافاك يلا اي واحد كيشوف اللايف يدير لينا جيم 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 الاخوان جيم كلشي يعطينا جيم وبارطاجيو اللايف. اللي كيشوف اللايف الاخوان يدير لينا جيم ويبارطاجي اللايف. يلا زيد 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 ها هو اللايف هو هذا كلشي عطينا هنا جيم جيم والبارطاج يلا كلشي بارطاجي اللايف الاخوان كلشي بارطاجي اللايف لو ماكسيموم ديال البارطاج. يلا 28 واحد اللي مبارطاجي اللايف يلا 128 واحد يلا يلا دعموا هذا اللايف كلشي بارطاجي اللايف من هنا كلشي بارطاجي اللايف الاخوان بارطاج كلشي يدعم هذا اللايف بالبارطاج بارطاجيو اللايف باش الناس اللي عندكم في الفيسبوك
حتى هما يشوفوا هاد لا بروموسيون ويجيو يستمتعوا مع العروض الزوينه اللي عندنا. جبنا لكم لي بلاطو ديال بزاف الناس كيسولون على بلاطوات اللي ما كيصديوش ياك. كنوريكم هاد لي بلاطو بلاتي مع الاسف كيصديو هادو الا ما احتفظتيش عليهم والا قاسهم الماء راهم تيك حالو. وتنقولوها الناس كاملين مي شهاده حق بالنسبه لدارنا. حنا هاد البلاطو عندنا 4 سنين دابا وما صداش لينا. علاش؟ لاننا ما كنقيسوش الماء، لاننا ما كنعلقوش في الكوزينه باش تقيسوا لا ميديتي، لاننا ما كنتكرفصوش عليه، لاننا ملي كنساليو منه كنمسحوه وكنرجعوه للكرطونه ديالو وكنحتفظوا عليه. لهذا ما صداش لينا. حتى انت اللي كتشوف اللايف دابا لا شريتي هذا البلاطو ديال الرويال ب 4000 ريال واحتفظتي عليه، حتى انت ما غاديش يصدي لك. ولكن الا شريتي من عندنا وخليتيه فيه الماء غيصدي لك، الا خليتيه معلق في الكوزينه غيصدي لك، الا ما مسحتيهش مزيان غيصدي لك. تنقولوها الناس باش نبقاو صادقين صادقين مع الكليان ديالنا. الثمن ديالو 4000 ريال، ولكن الا بغيتي بلاطو ما كيصديش كاع هما هادو. هذا انا جاي انا غادي وما هادو، هادو راه ما كيصديوش. هادو شتوم هادو ديال الباطو، غير هما الديكور ديالهم عادي جدا سامبل، راه فيهم ثمن زوين. كاين عندنا ديال 85 درهم اللي كبر منه 130 درهم، النمره 60 160 درهم، النمره 80 180 درهم، 40 80 درهم، وغادي يعني كل واحد او الثمن ديالو. شباب شباب شبيلي، هذا راه قالبين الثمن ديالو. هذا هو اللي ب 85 درهم وهذا هو اللي ب 80 درهم، العكس، هذا هو اللي ب 80 وهذا هو اللي ب 85. السلام عليكم، دائما اجدد الترحاب. نتوما الان واحد السيده مسحات الكومونتير مسكينه اللي كتبت لينا، راشدي قال لي نتبعك مع حطيت هو الاولاني وهي تسيبريمي. لا عرفت عرفش. نعم ولكن حيد لي اخويا التويشيات هادو، حيد لي حيد لي هادشي لهنا، حيد تترجعهم. دائما اجدد الترحاب، انتم الان مباشره من محل اواني شعيب المدينه، المحل ديال المدينه جوره بنك المغرب. شكون اللي جاي يتقدى غدا عند اواني شعيب يكتب لينا انا في لي كومونتير. مرحبا بكم الاخوان، اجو تستافدوا من الهمزه، اجو تستافدوا من العروض، اجو تستافدوا من البروموسيون، اجو تستافدوا. الناس راه كتجي تتقدى من فاس، من مكناس، من طنجه، من مختلف المدن المغربية. شباب شو واحد يشد معايا هاد البلاطو هنا بلاتي، عفاك صافي، زيدني هذا تا هو هنا، حط لي هذا هنا صافي، خليها بحال هكا محطوط هذا هكا صافي. ارى لي هاد القريعات هنا هما هادو اللي قلت لكم قبيله. شوف معايا هاد الباك هذا كنا كنبيعوه ب 4230 درهم ياك، اليوم نقصنا فيه 50 درهم ودرنا ليه 170 درهم. حنا على جوج طبقات كنا كنبيعوها ب 170 درهم، اليوم الزبناء ديالنا كنجيبوا لهم على ثلاثه طبقات ب 170 درهم 3600. شوفوا معايا مزيان، ثلاثه ديال الطبقات ب 3700، والقراعي الثمن ديالهم 120 درهم 2400 ريال. شوف معايا مزيان 2400، 1 2 3 4 في 4 ب 2400. هاد لي بلاطو درنا لهم 50 درهم 1000 ريال، 50 درهم. يلا الاخوان اللي كيتفرج في هاد اللايف يكتب لينا انا في الكومونتير اللي غيجي تقدى غدا. هذا 50 درهم 1000 ريال، انا غنتقدى عندكم من المحل ديال المدينه غدا ان شاء الله، غنجي مع 11. مرحبا بك، صراحه هذا الشيء رائع جدا رائع، والثمن خيالي وزوين.
الناس اللي كيدخلوا اللايف دابا اول مره، نتوما الان مباشره من ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب. نتوما الان اي واحد كيشوف هذا اللايف محظوظ جدا، لانه كيتفرج في اللايف ديال ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب. عندنا لو شوا، كاين عندنا البلاطوات، الكوكوطات، البانيني، الكيسان، لي هاشوار، الطباسل، البرامي، البراد، الترموسات، على الاشكال، المقالي، العجانه، اي حاجه بغيتوها في الكوزينه وبارخص ثمن. داير زوين هذاك النوع اللي تصدي بينو لينا مزيان، واحد البلاطو داير زوين هذا، حدا هذاك النوع اللي كيصدي، حدا هذاك النوع اللي كيصدي، قولي حدا هذاك رويال ماشي كيصدي، لا احتفظتي عليه ما غيصديش. وقيل هو هذا دويتي على هذا، هذا ب 4000 ريال، وحتى هذا ب 4000 ريال، وهذا 130 درهم. هاو انا غنجي نتقدى عندكم غدا ان شاء الله، مرحبا بك. الثمن ديال البرمه عافاك، الترموسات، الترموسات عندنا هادو كيديروا 3200 واعرين، 160 درهم، حتى هادو 160 درهم، حتى اينوكس 160 درهم، والجرانيت 150 درهم واعرين. هادو صراحه الترموسات واعرين، وهادو كيديروا غير 140 درهم، وهادو كيديروا 130 درهم. يلا الاخوان، اي واحد كيشوف هذا اللايف يبارطاجي معنا اللايف الاخوان، بغينا لو ماكسيموم ديال البارطاج. هذه الثمن ديالها 50 درهم، وهذه الثمن ديالها 60 درهم، وهذه الثمن ديالها 70 درهم، 1400 ريال واعره، 70 درهم. المقالي ديال الجرانيت جوج ب 70 درهم، جوج ب 1400 ريال. انا تحياتي لك من فرنسا، خديت في الصيف كل شيء غزال، بالتوفيق ان شاء الله، شكرا لك. انا غنعطيكم الثمنات ديال البرمو ديال الكوكوطه دابا، بقوا معايا. هادو كنبيعو جوج ب 25 درهم، وهادو كنبيعو جوج ب 30 درهم. راه الاخوان كيف كنقول لكم، انا السلعه بزاف ديال اللعيبات قربوا يتقاداو، بزاف ديال لا بروموسيون اللي ما غاديش يبقى، بزاف ديال لي زارتيكل اللي فيهم العدد محدود جدا. حتى نتوما اللي كتشوفوا اللايف دابا، مرحبا بكم، اجيو تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني الشعيب قبل ما تتقاد السلعه، اجيو تستافدوا من لا بروموسيون ديال اواني الشعيب، لان العدد محدود في بزاف ديال لي زارتيكل. انت اللي كتشوف اللايف دابا مرحبا بك، غدا الخميس من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل، مرحبا بك غدا يوم الجمعه من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل، ومرحبا بك نهار السبت والحد. اواني الشعيب المدينه كيف كتشوفوا، هذه هي جرده الحمام، شوفوا معايا مزيان، اواني الشعيب المدينه، هذه هي جرده الحمام، هذا هو بريد المغرب، شوه بريد المغرب بلا ما راه هنا منين ديز الترامواي، هنا منين ديز الترامواي، هنا كاين بنك المغرب، شتوه بنك المغرب هو هذا. اواني الشعيب جافات الزنقه هذه، ها هي هذه الزنقه هنا، كتلقاو زنقه طاطا ورا بنك المغرب، اواني الشعيب المدينه جات ورا زنقه طاطا، في زنقه طاطا ورا بنك المغرب. غنعاد لكم من جهه البرنس، هذا هو اوتيل المامون الاخوان، اوتيل المامون هو هذا، هذا هو اوتيل المامون، حنا جينا في هذه الزنقه، هذه هذه الزنقه سميتها زنقه طاطا، ها هو بنك المغرب اللي وريتكم قبيله، هو هذا، هو هاد الدار هذه. المهم هذه الزنقه سميتها زنقه طاطا، هنا فين كاين اواني شعيب هو هذا المحل، بلا ماره كاين هنا قهوه ايدن ايس، هنا كاين اوتيل حياه ريجينسي، هنا كاين كرة أرضية، هنا كاين ساحة الأمم المتحدة، هنا فين كاين الترامواي، كتدخلوا مع هاد الزنقة هادي، وكتلقاو أواني الشعيب المدينة في هاد الزنقة. أواني الشعيب الحي المحمدي، المحل الأولاني جا في طلعات القيصرية، كتطلعوا نيشان، كتلقاو المحل ديالنا مقابل مع
مقابل مع جامع بلقاضي، وكين كذلك أوين شعيب البرنوصي، هذا هو جامع طارق، كتطلعوا نيشان مع جامع طارق، كتلقاو الفيروج كتدوروا على اليمين، كتطلعوا نيشان مع هذا الشارع هذا بلا ما كتلقاو هنايا السوق النموذجي، كتفوتوا السوق النموذجي كتلقاو الجرده، كتفوتوا الجرده، حنا جينا في هذا الفيروج هذا، ها هو المحل ديالنا، الدار الاولى الثانيه الثالثه، اواني شعيب البرنوصي ملاصق مع استوديو ياسين، ومقابل مع الدار اللوراني ديال النيابه، اواني شعيب الحي المحمدي دو، اواني شعيب الحي المحمدي، هذه هي دوره المذاكره، هي هذه دوره المذاكره في حي المحمدي، هذا هو اواني شعيب مقابل مع قهوه تيتانيك، اواني شعيب الحي المحمدي جوج محلات، اواني شعيب البرنوصي المحل ديالنا مقابل مع الدار اللوراني ديال البنك المغرب، اواني شعيب المدينه جا ورا بنك المغرب اللي مقابل مع جره الحمام. كتبوا لينا في التعاليق اشنو هو المحل اللي غتجيو تقداو منه غدا، واش غتجيو تقداو من اواني شعيب المدينه ولا اواني شعيب الحي المحمدي ولا اواني شعيب البرنوصي، منين غيجيو تقداو غدا الناس؟ اواني شعيب المدينه مرحبا. كتبوا لينا في التعاليق اشنو هو المحل اللي غتجيو تقداو منه، كتبوا لينا في التعاليق الاخوان. المهم الاخوان كاينه سلعه زوينه، مرحبا بكم. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام مباشر على هذا البث المباشر. ما سخيتش بكم، غنخليكم في هذه اللحظات نتلاقى معكم في لايف اخر، غادي نختموها بهذه القريعه الزوينه. يعطيني الغلقه ديال هذه القراعي، ها هما هذه القراعي كريستال الاخوان، هذو راه اوريجينال، هادشي اللي بقى هنايا الثمن ديالهم 20 درهم 400 درهم الاخوان، الثمن ديالهم فقط 400 درهم 20 درهم. يلا نقراو التعاليق. اميره غتجي تقدم البرنوصي زيد، لارغاريتا غتجي تقدم المدينه زيد، انا في اكادير وبغيت ديكوراس كريستال، ما كنديروهمش كنديرو غير لي بونبونيغ. زيد 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 عافاك، واحد البلاطو صغير وصفر كان دير 40 درهم، انا غنوري لك دابا هو هذا. كتبوا لينا في التعاليق غدا منين غتجيو تقداو، من اواني شعيب المدينه ولا اواني شعيب البرنوصي ولا اواني شعيب الحي المحمدي، هذا ب 50 درهم وهذا ب 40 درهم 800 ريال، هو هذا ديال 800 ريال. انا دابا غادي نمشي نشوف البرامي والكوكوطات، بزاف الناس سولونا على البرامي والكوكوطات، انا دابا غنوريكم البرماج، كنقرا التعاليق ديالكم الاخوان، سمحوا لينا على هذه الروينه هذه، كنعتذروا بزاف. اعطيني عافاك الثمنات ديال الكوكوطات، عافاك بقى معايا. الكوكوطه الاخوان جوج اترو كدير 150 درهم 3000 ريال، كنا كنبيعوها ب 3600، و 3 اترو درنا ليها 3700، كنا كنبيعوها ب 4000 ريال بروموسيون، قصنا ليها 30 درهم، 4 اترو درنا ليها 4000 ريال، كنا كنبيعوها ب 4600، نقصنا فيها 30 درهم، 5 اترو درنا ليها 4600، كنا كنبيعوها ب 5600، نقصنا فيها 50 درهم، 7 اترو درنا ليها 5600 كنا كنبيعوها ب 7000 ريال، و 9 اترو درنا لها 6200 كنا كنبيعوها ب 400 درهم، قصنا فيها 70 درهم. زيد زيد اخويا زيد زيد، نعم هاد الشباكي كنبيعو جوج ب 80 درهم ياك، جوج ب 80 درهم. زيد وريناهم دابا الكوكوطات، دابا البرامي، البرامي الاخوان 4 اترو ب 190 درهم، 6 اترو ب 4200، 8 اترو
ما هو الثمن؟ ها هو 4 يطرو ب 190 درهم، 6 يطرو ب 210 درهم، برما 8 يطرو ب 4800، 10 يطرو ب 5200، و 12 يطرو غير ب 300 درهم، عوض 450 درهم. هذا هو الثمن ديال البرما يا ساداتي. تبرعوا لي مع راساتكم. الكوكوطات عندنا الالومنيوم، عندنا حتى الينوكس. اينوكس كدير 500 550 600 650 وقيلة. الكوكوطة 4 يطرو كدير قلنا الثمن ديالها 4000 ريال، 200 درهم. الثمن ديال الكريبيير 60 درهم، 1200 ريال، 60 درهم فقط. الاخوان ما غنقدرش نوريكم المحل كامل، تبارك الله بزاف ديال لي زارتيكل ما قدرتش نوريهم لكم. الناس اللي يلاه التحقوا بينا دابا في اللايف تقدروا تعاودوا تفرجوا من بدايه اللايف باش تقدروا تشوفوا لي برومو اللي وريناكم، باش تقدروا تشوفوا الجديد اللي وريناكم، باش تقدروا تشوفوا السلعه اللي عطيناكم. واجيو تقداو ومرحبا بكم، غندير معكم جوله خفيفه هنا فقط باش نختموا اللايف. الثمن ديال هذا البلاطو قلنا هذا الكبير هذا 100 درهم ديال الزاجه، كاين عندنا هادو كيديروا 70 درهم، ها هما الصغار شويه، والكبار ب 80 درهم، كاين عندنا هادو ب 40 درهم 800 ريال، كاين عندنا هاد لي بلاطو الصغير ب 130 درهم، اللي كبر منه 150 درهم، والكبير ديالو 170 درهم. هاد البلاطو هذا كاليتي واعره، كاليتي زوينه صراحه، الثمن ديالو 130 درهم. صراحه بزاف ديال اللعيبات ما نقدرش نوريهم لكم. كاين عندنا دابا 18 درهم ناضي حتى هو، وبزاف ديال اللعيبات ما غاديش نقدر نوريهم لكم كاملين صراحه. كاين عندنا هادو، كاين عندنا هادو حتى هما، هذا ب 60 درهم والكبير ب 80 درهم. ورينا العجانه، وغادي نختموا هذا اللايف. العجانه عندنا 5 ايترو ب 550 درهم، عندنا ايليت، وعندنا هاد لا مارك اللي تابعه لكسوس، وعندنا بنتامون الثمن ديالها 450 درهم. هادي اللي ب 550 درهم، كاين شي كليانات الله يهديهم كيهزوا الثمن من بلاصه وكيحطوه في بلاصه اخرى. هادي ب 450 درهم، وهذه ب 550 درهم. هادشي 50 درهم 1000 ريال، هادشي 1400 70 درهم، طبيصلات ديال بسطيله هادو 50 درهم 1000 ريال، طبسين نمره 45 ب 90 درهم، 40 ب 70 درهم، 36 ب 40 درهم، الطراب 50 درهم 1000 ريال، الطراب 50 درهم، بالسيبوره 100 درهم، المقراس ديال الضو 80 درهم، البلاندر 4000 ريال، بكاس الزاج اللي كيطحن الثلج، كرافت حتى هي 4000 ريال، البلاندر ديال اينوكس 4600. كاين ما يدير الاخوان، ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، ومرحبا بكم الاخوان، كنقول لكم شكرا. تبارك الله 5000 واحد كتشوف اللايف، الناس يالله داخلين باغيين يتفرجوا، الناس يالله داخلين باغيين يشوفوا اللايف، يالله باغيين يتبارطاجيو معنا. كنقول لكم شكرا لكم. دابا راه ساعه وانا داير اللايف، غندوز معكم دابا الانستغرام، غندير معكم واحد الدوره خفيفه في انستغرام، نعطيكم الانستغرام ديالنا. اخوان ما تنساوش ديروا ابوني لاباج باش لي باش اللي ما تفرجش معنا في اللايف يكمل معنا في انستغرام. هذه هي لاباج ديالنا ديال الانستغرام، اواني نقطه شعيب، اواني نقطه شعيب كيف كتشوفوا. غندوز ندخلوا معكم دابا، غنمشيو الانستغرام نديروا لايف، اواني نقطه شعيب. التحقوا بينا دابا الانستغرام الاخوان، دابا 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 اجيو عندنا الانستغرام، غنديروا معكم لايف. مرحبا بكم، غدا كاينه سولد واعر عند اواني شعيب. دابا كنديروا معكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في المدينه، اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا في المدينه اللي جورا بنك المغرب. هذه هي اللوكاليزاسيون، هذه هي جردة الحمام،
في المدينة. هذا هو بريد المغرب، هذا هو بنك المغرب. أواني شعيب جافات الزنقة هذه، هي الزنقة هذه سميتها زنقة طاطا. أواني شعيب المدينة جا ورا بنك المغرب في زنقة طاطا، ورا مقابل مع السينما ليتيسيا، مقابل مع أوتيل المامون، وجا ورا برانس. إلا وصلت الكرة أرضية ولا البرانس ولا أي بلاصة، سولوا على أواني شعيب. كنحلوا نهار الجمعة من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل، كنحلوا غدا الخميس. غدا الخميس والجمعة والسبت ولحد الأربعاء غادي يكونوا دي بروموسيون واعرين ونايضين ديال بصح. شكرا لكم، مرحبا بكم، نتلاقاو معكم إن شاء الله في لايف آخر. غدا غادي نديروا معكم إن شاء الله لايف واعر وعامر بالجديد وعامر بلي بروموسيون. نتلاقاو معكم غدا إن شاء الله، وما تنساوش كل شيء بارتاجي اللايف، واللي يلا دخل معنا اللايف إما يعود اللايف من الأول ولا يلتحق بنا الانستغرام. شكرا، وكل شيء بارتاجي اللايف، وغدا نتلاقاو معكم مع العشرة ديال الصباح حتى العشرة ديال الليل هنا في محل أواني شعيب المدينة. كل شيء بارتاجي اللايف.